دي تخمم في هذا المشروع، خمم في الحصوات اللي نسمعهم دائما بالنسبة للعنف ضد المرأة والعنف بصفة عامة، اللحظات العنيفة في حد ذاتها، الصوت تاع الصراخ، صوت واحد كسره، صوت تاع الضرب. بغيت نخدم في اللغة على هذا الموضوع، على هذا الموضوع من هذا الجانب. حتى اليوم اللي قريت ليفر بلون من ريزو وسيلة، اللي كان فيه مجموعة من القصص يحكوها النساء اللي تعرضوا للعنف في حياتهم. اي في هذيك اللحظة خممت باللي لأي مدى صعبة بالنسبة لهم انهم يحكوا صوالح عاشوهم كما هكذا. بالتالي خممت في الميموار، في الذاكرة، في الذكريات تاع هذيك اللحظات العنيفة اللي عاشوها. وخممت بعد لأي مدى ممكن الميموار ولا لي سوفونير يتحولوا من حاجة ممكن تكون مليحة ولا إيجابية بشكل عام، كنا دائما نخمو فيها كأنها حاجة إيجابية، الشيء ممكن يكون مشي سلبي مع عنيف، يعني كيفاش الميموار في حد ذاته تولي ميموار عنيفة. بالتالي المشروع هذا ميموري، بغيت انه ان هذا المشروع يكون باسخيل ما بين اللي قريتها انا كوم ارتيست واللي تحسوا تاثرت بهم كارتيست، والناس اللي غادي والجمهور والناس اللي غادي يحضروا هذا العمل. مانيش نقول بلي غادي نكون غادي نقول شو حسوا بالضبط، لان حتى واحد ما غادي يحس حسوا، لكن اذا كان قدرت بهذا الشغل بهذا العمل اني نساعد في السنسيبيليزاسيون، ولا اني الناس يفهموا هذه الامور بشكل احسن، اعتقد اني نكون درت العمل هذا، وصل الهدف تاعه. خاصة في مجتمع، وين نهضر على المجتمع الجزائري، وين هذه الأمور ما زلنا في إطار أن نتناقشوا فيها، ولا في إطار أن نلقاو حلول لها. أعتقد أن المشوار ما زال طويل، بالصح أي مشوار يبدأ بالاعتراف بأنه لازم نبدأ هذا المشوار، والاعتراف بأن كاين مشكل لازم لها حل.